سنتين كنا بدأنا شغل حصل فترة توقف بسيطة في النص كان عملنا فيها شغل. السنتين كنا عملنا برنامج مع قناة تن تي في حوالي 13 حلقة من سايدر مصر، كان جزء من الاتفاقية كانت من سايدر منها. عملنا اثنين استفتاء من سايدر الثانوي، والاستفتاء ده عبارة عن الاستفتاء بيبدأ بعد كل سنة بنختار فيه أفضل دكتور وأفضل طالب، بنختار فيه أفضل نشاط طلابي. الفكرة من النشاط أو فكرة الاستفتاء إن إحنا ندي رسالة شكر للناس اللي الطلبة بتهتز بيهم واللي شايلين دور يقدر يفيد. وبنقدر نستخدم ده بعد كده ان احنا مثلا الدكتور يبدا بتوعيه للطلبه، لان الطلبه بيحبوا الدكتور ده، فيبدا يديهم توعيه هيكون عليهم عندهم تقبل اكبر للدكتور. احنا حاليا حوالي 40 فرد في انسايدر، عندنا في الترم الثاني هندخل اعضاء جداد. هتكلمنا بعد كده فاطمه عن اهدافكم. بالنسبه للاهداف اللي اتفقنا فيها مع اهدافكم مستدامة، أولاً طبقنا الصحة الجيدة بالنسبة للحصر اللي حصل الفترة الأخيرة، الانتحارات اللي حصلت بين الطلاب، فأولها منهم التوعية يعني بالصحة، سلامة الصحة النفسية لها أهم حاجة دلوقتي. من خلال سلامة الصحة النفسية إن الشخص بيقدر يتأكد بيقدر يطور من نفسه. وبعد كده قلنا للتعليم الجيد، بما إن بلدنا أقاليم فهناك مش مهتمين بيها أوي زي المدن وزي القاهرة وكده، فإحنا عندنا قلنا عن مبادرات ونعمل توعيات وكده ونوفر فرص تعليمية وتدريبية للطلاب. We also partnered مع Egypt Career Summit, Shikan Entrepreneur YSR Forum and many more. السنة اللي فاتت بس احنا كان عندنا بورد، فالناس اللي اشتغلت على الاورجنايزيشن بتاعت الايفنت دول كانوا 18 ممبر. الايفنتس نزل فيها وي اكسس 250 ستودنتس وذ انترنشيبس اند سيشنز. مجلس الوزراء هو بس بيحاكي السلطة التنفيذية في مصر اللي هي مجلس الوزراء. ومجلس النواب مقسوم للبرلمان ومقسوم لمجلس الشيوخ، مش شخص نموذج واحد بس. توفر على الناس ان هم ينزلوا كورسات، وعن يعني توفر عليهم وقت وتوفر عليهم فلوس. فاحنا حابين ان احنا نجيب فيها مهندسين ويتكلموا عن الكورسات بتاعتهم، زي كورسات النون ديستركتيف تيستنج. هيوفر لنا الحاجات اللي انا كنت بتكلم عنها وهتبان برده في البلان بتاعتي. ازاي برده استفيد من البارتنرشيب؟ ان انا لو كسبت في المسابقه ديت فدوت هيديني شهره كفايه ان الطلبه تنجذب ليا. مع الاكسبرتس كانوا بيكلموني في مشكله ان فريش جرادز مش فاهمين الهيراركي ماشيه ازاي او الجوب تايتلز جوب ديسكريبشنز بتاعها ايه. فاحنا حاولنا ان احنا نخلي الستراكشر بتاعنا بالتايتلز قريبه جدا من الستارت ابس. التارجت اودينس بتاعنا ان المانجرز يبقوا من التير 3، لان هو يبقى عندهم اكسبيرينس من ان هم اشتغلوا نزلوا انترنشيبس او اشتغلوا. ان الممبرز يبقوا من التير 2، هم بيحبوا يشتغلوا ان هم ديفلوب نفسه. والاودينس بتوع الايفنتس اللي بنعملها يبقوا من التير 1 عشان نضمن في ليرنينج اكسبيرينس لكل حد بيتعامل معاه من الستودنتس. بنتكلم عن مشكله بنواجهها كتير، وان عندنا ماركت جاب كبير قوي، او عندنا جاب كبير قوي ما بين الكولجز والماركت. الموضوع ده اتكلم عنه دكتور خالد عبد الغفار في الليدرز ليج السنه اللي فاتت. And we're here to offer a solution. After some research عملناه لاحظنا انه الكارير فيزز بتتقسم لاربع فيزز: exploration, identification, development and kicking off. اول حاجه exploration phase، ودي فيها بيبدا الستودنتس يكتشفوا الحاجات اللي هم حابينها او interested ان هم يدرسوها. Then we have the identification phase اللي هم they eliminate or they reach what they want to do at the very end. Development where they start to work on the skills that are required عشان يوصلوا للكارير بتاعهم. And then kicking off where they start to search for internships or job opportunities whatever it is. ان انا اعمل الجزء الخاص بالصحه النفسيه ده وسط مثلا كورس او ورك شوب بعملها لحاجه تكنيكال، هل ده افضل حاجه من وجهه نظركم؟ هل انا مثلا كشخص جاي احضر حاجه زي سي ان اي او زي حاجات من الحاجات اللي حضرتك قلتها مثلا،
وجيت لقيت حاجة اوت في السكوب اللي انا جاي عليه النهاردة، هل متخيل ممكن ردة فعل؟ ممكن اسيب البروجرام وامشي؟